قبل أعوام مضت وباقتراب عقارب الساعة من منتصف نهار يوم 12 من آذار لعام 2004 انطلقت انتفاضة القامشلي أثناء مباراة لكرة القدم في الملعب البلدي. شكلت مؤامرة حبكتها قوات الأمن السورية شرارة انطلاق هذه الانتفاضة التي انتشرت سريعا في معظم المدن الكردية والمدن السورية الحيوية. الإذاعة السورية التي كانت تنقل مباريات الدوري السوري عبر برنامج ملاعبنا الخضراء نقلت على الفور نبأ العراك بين جمهور فريقي الجهاد والفتوح، وإن 3 أطفال قتلوا دهسا تحت الأقدام، وكان هذا النبأ الشرارة الأولى التي أدت إلى استنفار المدينة. وصل محافظ الحسكة حينها سليم كبول إلى الملعب وأمر بإطلاق الرصاص الحي على الجموع المحتشدة، وقيل إنه باشر بإطلاق النار من مسدسه الشخصي على المدنيين العزل. سقط العديد بين قتيل وجريح، واستمر الصدام بين قوات الأمن والمحتجين الكرد لأيام في المدينة. وفي اليوم الثاني خرج الآلاف إلى ساحات المدينة لتشييع جثامين الذين سقطوا خلال المواجهات مع الأمن. أطلق رجال الأمن النار عليهم فسقط ضحايا جدد، الأمر الذي أشعل الساحات في كل المدن الكردية في الشمال السوري لتمتد حركة الاحتجاجات إلى المدن الحيوية في سوريا. ام همی کرد دیگر هم قمیا خلق قامش لینه کردستان هر بوستگا کردستانه هم رو قامش لیه و او دیم همی دنگ بجی دیگر دنگ قامش لیمید هاجم جموع المتظاهرين مراكز الشرطة والمخابرات ومقرات حزب البعث الحاكم حتى انهار حاجز الخوف لدى الشارع السوري في الشمال. ومع أن هذه الانتفاضة كانت بمثابة ربيع سوري مبكر، إلا أنها لم تلقى التضامن من الشارع العربي السوري وبقيت محصورة في القسم الكردي من سوريا، إلى أن نجح النظام الأمني في قمعها واعتقال قياداتها بعد أيام من انطلاقتها. قامت قوات الأمن بحملات الاعتقال العشوائي التي طالت الآلاف من النساء والأطفال والشباب والرجال والمسندين، وسعت لنفي الصفة السياسية عما جرى خلال أيام الانتفاضة بوجه سلطات القمع والاستبداد وإظهار ذلك على إنه حالة شغب. دفعت الانتفاضة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الاعتراف لأول مرة بالوجود الكردي في سوريا، حيث قال في مقابلة متلفزة بأن الأكراد جزء من النسيج الوطني السوري. ذهب ضحية هذه الانتفاضة ما لا يقل عن 30 مواطنا، إضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين وبعض المفقودين، ناهيك عن حملات السلب والنهب التي اشترك فيها بعض العناصر بتغطية من الأمن. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة،